كوني شجاعة وقولي فلان مش مؤدب، فلان بيتحرش، فلان بيتلفظ، فلان بيعمل كذا وكذا وكذا. واجبك انك تعملي ده، لانه لو اسف يعني غلط في حقك وانت لم تستجيبي ولم تدافعي عن هذا الحق، انت شجعتي قويتي قلبه انه يعمل ده مع غيرك وغيرك 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 وغيرك، لغايه ما هيقابل الواحده اللي هي ممكن تكون رقم 70 رقم 80 رقم 100 رقم 150 رقم 200 اللي هتقول لا انت غلط. اللي انا فهمته ان في واحده بس هي اللي كشفت الموضوع وربما بلغت اسف، لكن ما احنا مش عارفين بقى النيابة العامة. ولازم اوجه كل التحية والشكر الى سيادة النائب العام ولكل وكلاء النائب العام، هناك نائب عام مختلف وبالتالي هناك نيابة عامة مختلفة في امور كتيرة جدا، عندهم وحدة رصد لايه اللي بيحصل في المجتمع وايه اللي بينتشر على السوشيال ميديا وايه اللي بينتشر في وسائل التواصل الرقمي وايه يعني بيبذل، لانه النائب العام ده شغل كبير جدا، هو ينوب عن المصريين فرادى وجماعات في الدفاع عن حقوقه. يعني ايه نائب؟ يعني ايه نيابة عامة؟ هو ينوب عنا في انه يدافع عن حقوقنا. فالمجتمع بيتعرض لامتهان من شخص، من اتنين، من تلاتة، في ناس بتتاجر في المخدرات، في ناس بتتاجر في اعراض الناس، في ناس بتشتم، في ناس بتتفوه بألفاظ غير لائقة، في ناس بتنصب، في ناس، يبقى هو ينوب عنا جمال. فالحقيقة النيابة العامة الحالية، انا مش هقول اكتر من كده عشان ما يبانش ده انا يعني كاني بتكلم عن شخص بذاتي، انما النائب العام الحالي خلق نيابة عامة مختلفة، والسادة النواب يعني اللي هو بقى وكلاء النائب العام فعلوا الكثير جدا في الفترة اللي فاتت للحفاظ على الحد الأدنى من قيم وأخلاقيات المجتمع عشان الدنيا ما تضيعش خالص. المهم خرجت إحدى الضحايا على صفحتها في الفيسبوك وأعلنت عن نفسها وقالت إنها قررت تجيب حقها لأن الشاب ده كان سبب في سفرها من مصر هي وأسرتها. معانا التليفون؟ طيب، يبقى أنا بس ببلغ حضراتكم إنه إحنا أمام معضلة، وهي معضلة إنه بعض الشباب بيستغل إنه البنات يخجلن من الدفاع عن أنفسهن فينتهي بنا الحال لإنه يستغل هذا المرض، فهنا يطمع من في قلبه مرض. إحنا بقى حتى لا يطمع من في قلبه مرض علينا إن إحنا نقول لأ، ونقول لأ بطريقة رسمية، مش لا اللي هي يعني ايه لا وتتكسفي لا يعني مش يعني لا بجد يعني لا في شكل تحقيق رسمي وبلاغ في الاسم وكلام زي كده. معانا الأستاذة الدكتورة هالة فوزي عضو مجلس النواب. دكتور هالة مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك مواطنة بيت باك يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك الكرام، الله يسلمك. يا مرحبا. دكتور هالة، احنا امام مشهد بينسب فيه لشخص لشاب انه تحرش بعدد كبير من الفتيات، الرقم بيتقال انه 100، ممكن يكون اقل ممكن يكون اكتر انا ما اعرفش، لكن احنا بنسال نقول طيب ايه بقى اللي علينا ان احنا نعمله كمؤسسات دوله كي نرضع من في قلبه مرض؟ الحقيقه احنا علينا ادوار كثيره جدا جدا. من أهم الأدوار بتاعتنا إن لازم ندعم الفتيات والأسر وندعم الثقافة اللي موجودة اللي لازم تتغير مع الوقت، إن هم يواجهوا الموقف بشجاعة. البنات مش قادرين يعلنوا ويقولوا إن ده تحرش بينا بشكل مباشر. الموضوع بقاله 5 سنوات بيتداول، وللأسف أنا بشجع طبعا بالتأكيد، والأول مرة تبقى يمكن يبقى في فايدة للسوشيال ميديا والمواقع المختلفة. ممكن صح، إنه يتجمعوا كلهم وتبقى الفكرة طالعة من على الانستجرام من حد من الفتيات، وقدرت إن هي تجمع كل الدلائل والمستندات وتجمع كل الأقوال لشاب واحد. أنا حتى الآن عندي ذهول، هذا الشاب إزاي قدر بالقدرة الغريبة دي انه يقدر يعمل جرائم متعددة مع مجموعة من الفتيات والاطفال؟ معلش، ما فيهم اطفال، فيهم مجموعة صغيرة جدا في السن. فبالتالي احنا بنقدر يعني ازاي قدر ان هو اولا يتحرش بمجموعة منهم، ثم ايضا يغتصب مجموعة تانية وايضا يبتزهم. يعني في الحقيقة اذا كان عقوبة التحرش بعد تخليصها اصبحت السجن من 3 ل7 سنوات،
فأنا بأناشد إن بس مش العقوبة دي اللي يتم تطبيقها على هذا الشاب اللي أكيد ما هوش طبيعي ومختل في الحقيقة، بس لازم يكون عبرة لكل اللي ممكن يتسول منه نفسه إن هو فعلا يضر فتياتنا وبناتنا بهذا الشكل الغير طبيعي في الحقيقة. طب أنا يعني هسأل في حضرتك طبعا يعني كسيدة يعني وسيدة مجتمع، اتفضل. هو معلش ايه حجم الحرج؟ يعني انا بشوف البنات وحضرتك اكيد بتشوفي بيعملوا حاجات كتير قوي، يعني قصدي بقى بيخرجوا مش زي زمان. يعني فاكر مثلا اختي انا لما كانت تحب تخرج كانت لازم تستأذن ورايحه فين وجايه منين ومعاكي مش عارف مين، يعني عارفه كده تحقيق عشان بس انا دلوقتي بشوف البنات منطلقات، ليه لسه خائفات من ان يبلغنا عن متحرش او حد وقح او حد قليل الادب؟ يعني ايه الحته، ايه الحرج اللي في الموضوع؟ الحرج هو التركيبة الداخلية والتربية المحافظة اللي ما زالت موجودة لدينا في المجتمع الشرقي. مهما كان عندنا شريحة في المجتمع فيها بنات بتخرج ومعليش منطلقة في النوادي وفي الأماكن المختلفة والكافيهات، لكن ما زال عندنا شرايح كثيرة جدا في المجتمع في الأرياف وفي القرى وفي المدن اللي هي الغير متحضرة موجود عندهم نفس القيم اللي داي حضرتك ما بتتكلم أخت حضرتك وتربيتها ووضعها، يعني يمكن ما تبقاش بنفس الشكل لكن ما زالت موجودة. ما زال الخوف موجود من بنت جوه في قرية ممكن تكون قاعدة على الإنترنت ويحصل حاجة داي كده فتخاف إن هي تقول إن هي أحد هؤلاء الفتيات فوالدها يعرف، جيرانها يعرف، القيود الاجتماعي. طب انا عندي موضوع، والله انا عندي موضوع سخيف، انا متحرج ان انا اتكلم فيه بس يعني انا بفتحه مع حضرتك وعلى الهواء. هناك من يلوم الضحيه، عارف حضرتك يعني ايه؟ اسرائيليين متخانقين مع الفلسطينيين فبدل ما نلوم الاسرائيليين ان هم الجناء فنقول لك ايه ما الفلسطينيين هم اللي غلطانين. ايه يا عم لا يعني ما افتنصر في حاجه يا دكتور معتز. اتفضلي. الناس دي ممكن اسالهم سؤال على الهوا مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. حضرتك لو دخل على حضرتك في شقتك حد وسرقها هتقول انت الغلطان؟ ساب الباب مفتوح، انت اللي سبت الباب؟ لا، هو الباب ما كانش مفتوح، هو الباب كان مقفول مهما كانت البنت متحرره. ايوه، هو ده بقى بيت القصيد. لا يمكن ابدا ان احنا ندي ابدا المبرر لعمل مشين بهذا الشكل الغير طبيعي والغير آدمي والغير أخلاقي في الحقيقة. لا، ومليون لا. الناس اللي بتقول إن البنات هم اللي بيعملوا كده أو نديهم أي مبرر، دي مش أخلاق إنسان طبيعي، دي أخلاق. أنا أسفة إن أنا بقول كده. مريض طبعا. مريض طبعا، مريض بحيوانيته، مش عارف يبقى انسان. يعني متضامن، وده يمكن عملته بيان من شويه، تضامن كامل مع المجلس القومي للمراه في ان يترفع قضيه، وانا متضامنه ومن الصبح يكون في محامي نيابه عني انا شخصيا ان انا ارفع قضيه على هذا الشاب ايضا. تمام. دكتور هاله فوزي عضو مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. انا بس هقول حاجة للشباب ممكن تلخص المشهد ده كله، مهما كانت صغائر الفتيات فهي ليست مبررا لكبائر الشباب. هي الكلمة طلعت مني كده، مهما كان الصغائر اللي بترتكبها البنت في نفسها في خروجاتها في صورها كل دي انا بالنسبة لي صغائر، لانها يعني هي مع نفسها بقى هي بتلبس وتعمل لك. لكن ده لا يعطي لك المبرر انك تحول الصغيرة اللي هي عملتها لكبيرة انت تعملها. اصلها لابسة مش عارف ايه فرحه، لا مش حر. لا 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 لا، بناتنا حتى لو البنت غلطت قد كده ده ما يديكش حق انها تغلط قد كده. يعني حتى لو غلطت انا مش احمل البنت. طبعا انا فاهم انه لازم البنت قدر المستطاع انها تراعي الاعتبارات، يعني هدوم الشاطئ للشاطئ، هدوم النادي للنادي، ما يبقاش انا ماشي في وسط شارع مصدق ولا شارع الهرم ولا شارع فيصل ولا كذا ولابس لبس مكانه الطبيعي يعني في الشاطئ في الساحل. طبعا انا ببالغ بس قصدي لازم برضو نكون احنا عاقلين. لكن ده بقى موضوع، اوعى ده اي مكان الوضع اللي فيه يديك انت المبرر كشاب كراجل انك ترتكب الكبيرة.
يعني كبيره بالمعنى المجتمعي، انا مش اقصد كبيره بالمعنى الديني يعني، وان كانت تنفع تبقى تكون بالمعنى الديني طبعا، انك انت بتروع واحده. ايوه، اما يعني هو انت عشان الراجل كسر عليك يبقى من حقك انت تروح ضربه بالعربيه؟ هو لو واحد ده معدي جنبك مديك كتف يبقى من حقك تروح ماسك شومه مديله فوق نافوخه؟ لا طبعا ما ينفعش، حتى لو واحده من بناتنا غلطت وده وارد، لكن ده ما بيديكش انت الحق، ما بيديكش انت الحق انك انت لا تتحرش بيها ولا تتلفظ بالفاظ غير لائقه. ولا يعني لا، على فكره اقول لكم حاجه، بره مصر كلمه لا يعني لا، يعني البنت او الست كلمه لا هي الفاصل القانوني بين التحرش وما عداه. لو قالت لك لا انتهى الموضوع، لان هو في لما بتروح الشرطه والبوليس والقضاء والكلام ده، هل قالت لك بصوت مسموع لا؟ اللي هي عندنا دون رضاها، ما هو دون رضاها ده كان برضاها ده قصه، ودون رضا فهو عشان كده بقول لك قالت لك بصوت مسموع لا. لو قالت بصوت مسموع لا على اي حاجه يبقى انت اللي بتعمله ده انك بتجبرها على عمل القانون بيحميها لو انت قمت بيه ضدها. دكتور ساميه خضر، استاذ علم الاجتماع، اهلا بيك دكتور ساميه. الو دكتوره ساميه، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اولا بحرك. انا اقول لك بس ان انا اولا معجبه جدا بحضرتك وجوزي برضو، يعني اللي هو دكتور مهندس فنيه عسكريه، برضو بنتابعك ومعجبين جدا جدا بصوتك، يعني فعلا اعلامي محترم. الله يبارك في حضرتك، انا شاكر لحضرتك يا فندم، شكرا على التشجيع. دكتور ساميه، احنا في مأزق الا وهو انه شبابنا يظهر محدش علمهم يعني ايه يحترموا لبس البنت، خروج البنت، حرية البنت، ما دام هي ما ضرتهمش في حاجة، يعني هنعمل ايه؟ شوف حضرتك، انا بقالي فترة طويلة جدا جدا بقول انه مهم قوي قوي يكون لنا ثقافة واعية وخاصة في الاعلام. احنا 100 مليون، عندنا 60% شباب، والشباب ليهم يعني طبيعة خاصة، الرغبة في المعرفة، الالتصاق بالآخرين، برضو البحث، يعني وحاجات كتيرة، والتقليد الأعمى، والتقليد الأعمى أحيانا طبعا مع اختلاف طبعا وتحدي قيم المجتمع، يعني فكرة ان انا حر، انا مستقل، مين اللي قال انا عايز اعمل اللي انا عايز اعمله؟ وحتى بقى مهمة جدا، احنا كنا بنقول ان العولمة حولت يعني العالم الى قريه صغيره، انا بقول لا، حولته الى حجره صغيره مش قريه صغيره. وده كمان لازم نقول ان احنا الكبار والاعلاميين ويعني كل من يستطيع ان هو يغير، ما كانش لينا خط واضح في هذا الامر. احنا سيبنا الامر يعني زي ما يجي، زي ما بنقول كده، حسب اهواء الاخرين. فاحنا ما عندناش ثقافه معينه بنركز عليها وبنشيد بيها. حضارتنا حضاره عظيمه جدا، ما بنتكلمش عنها الا قليل قوي. بنقلد الغرب اكتر ما بنقلد نفسنا، او بنبحث في قضايانا الحقيقيه. طب ممكن يا دكتور نتجرأ شويه في الحوار ونمد خطوه لقدام ونقول هو احنا مقصرين تجاه شبابنا، يعني الاجيال الاكبر شويه؟ يعني انا بلاقي، هقول لحضرتك حاجه حصلت امبارح او اول امبارح. أيوة. كنت بتفرج على واحده من القنوات ولقيت يعني اللي هو ايه، مش عارف كانت ماده ايه، حاجات الماده المعقده دي، استاتيكا وبتنتيكا والحاجات دي، اللي هو قاعدين بيشرحوا حاجات انا يعني المدرس على اللي بيشرح والطلبه بتتصلوا بيه عشان الثانويه العامه كلها مراجعه ثانويه عامه. انا عايز اقول لحضرتك تفاصيل دقيقة ومركبة جدا في امور الاستاتيكا والديناميكا والرياضيات والبتاع، احنا ما بنبذلش 1/10 من المجهود ده في بناء الانسان، في بناء الطالب، في بناء الشاب، في بناء المجتمع. حضرتك يعني عرفت تلقط عمق تفكيري ايه؟ بقالي سنين طويلة جدا 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 بتكلم في هذا الموضوع، ان احنا الحقيقه يعني بعد بقى يعني ما دخلنا في القنوات الفضائيه والسوشيال ميديا وهكذا، اصبحنا متباعدين بشكل كبير قوي، حتى قبل كورونا لا، اصبحنا متباعدين لدرجه ان احنا بنلتقط كل وهو قادم من الخارج في كل حاجه. انا مش محجبه بس البس معقول، انا مش رجعيه بس ببقى كذا،
انا عندي ثقافه مش كذا، لا احنا كان لينا ثقافتنا اللي كنا ايام بقى ما كنا بنهتم بمين، بالكتاب بتوعنا طه حسين والعقاد، وبعدين كنا بنتكلم كتير قوي على كاتبات العظيمات وحسن شاه والناس. لا احنا دلوقتي ما عندناش حاجه قدامنا، ما عندناش برنامج للاطفال محترم. ما عندناش، مصر لا تملك الان. صحيح. ما عندكش برامج للاطفال محترم يزود الفكر او يديله يعني خيوط مهمه جدا للتقاليد والعادات البسيطه حتى. مفيش. فما بقاش ما بق يعني احنا فقدنا الكثير، واتمنى من خلال حضرتك ومن خلالكم طبعا ان احنا نرجع للكلام ده. كان عندنا صفاء المهندس بيتكلم المراه المصريه، وعندنا امال فهمي بيتكلم على يعني على الناصيه كل من رايح وجاي بس بتدي قيم. صحيح. كان عندنا سامية صادق طبعا، كان عندنا مكتبة فلان، كنا بنتكلم على طه حسين. طه حسين ما كانش من عدياء القاب، لكن الإرادة بنتكلم على الإرادة وعلى القدرات ونتكلم على ده. فإحنا يعني الحقيقة أنا مش عايزة، إحنا فقدنا شبابنا، إحنا قصرنا تجاههم. يعني هم ظالمون ومظلومون، بيتكلم على الفئة دي، يعني هم ظالمون ومظلومون. هو ظالم لأنه بيغلط بس مظلوم محدش علمه. يعني كتير جدا من يعني الامهات تقول لك اصل انا امراه عامله. اوكي امراه عامله، بس نظمي وقتك، نظمي ارتباطك باولادك، ارتباطك انك انت تجيبي طفل لازم تعرفي ان هتقعدي لغايه ما يتجوز وانت تقولي له ده صح ده غلط ده كذا ده كذا على قدر الامكان طبعا. يا دكتور بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذه الدكتوره ساميه خضر، الاستاذ الاجتماع. أنا بس عايز أوجه نداء أنا مش عارف أوجهه لمين، متهيألي للرئيس. يا سيادة الرئيس، والله بكل الحب لهذه البلد أنا بدعو حضرتك لعمل مجلس لبناء الإنسان المصري، لرأس المال الاجتماعي، لرأس المال البشري، للتنمية المجتمعية. يعني أنا تخيلت إن الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة هو عضو المجلس الاستشاري للشؤون دي، يكلف هذا الرجل الفاضل او اي حد. انا يعني انا ما عنديش في دماغي ما فيش اسم يعني محدد، بس انا فهمت من التايتل بتاع الاستاذ الدكتور احمد عكاشة وبالفعل رجل قادر، يعني قصدي يعني ده من صميم اختصاصه وعلمه، يعني هو رجل مش بس عالم جوه مصر، ده معروف خارجيا كمان. وندي له هذا الملف، يعني مين اللي مسؤول؟ يعني انا عارف مين اتخانق معاه في اي مشكله العلاقه بالتمويل، بس بتخانق يعني بس اسال، يعني انا عارف مين ممكن اساله للمباراه الاهلي ومش عارف جمصه اتاجلت، ممكن اعرف مين الجهه، بس هو مين في مصر مسؤول عن اخلاق المصريين؟ يعني مين في مصر؟ يعني انا عارف العاصمه، انا واثق انه الرئيس بتاعنا هيطلع لنا عاصمه اداريه نحلف بيها ل 100 سنه جايه، قولوا الراجل ده عمل خيف منه. واثق ان الرئيس بتاعنا مش هيسيب العاصمة الادارية الجديدة غير، بس انا مش عارف هو مين اصلا مسؤول عن اخلاق المصريين بصفة عامة بقى في الشباب اللي يعني حاسس ان هو ملف تايه كده، شوية تعليم على شوية اعلام على شوية مجلس اعلى للصحافة، شوية مجلس اعلى مش عارف ايه، على شوية خطاب ديني، على شوية بتاع، على شوية ثقافة، على شوية، وكل واحد بقى ايه واجتهاده. يعني ايه هل بيعملوا بيشتغلوا مع بعض؟ هل بيشتغلوا ضد بعض؟ هل اصلا هم شايفين بعض؟ الله اعلم. فاحنا بس كل اللي بطلبه ثلاث اربع بني ادمين يكونوا كلهم كده في القامات. انا مره ثانيه انا بقول الدكتور احمد عكاشه لان ده التايتل بتاعه، ده اللي هو مستشار يا رئيس الجمهوريه لشؤون الحوار المجتمعي لبناء الانسان، حاجه كده يعني في الحته دي. لو هو ده الشخص اللي وقع عليه اختيار مؤسسه الرئاسه يكلف. يا دكتور أحمد عكاشة أنت وغيرك من علماء مصر الأفاضل، اقعدوا مع بعض وحطوا خطة عمل، شكل الإنسان المصري اللي احنا عايزينه بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، مواصفاته في المجال في يعني إيه؟ أصل دي حاجات دي اتدرست والله. أنا بس أنا يعني أنا بهري في المهري، عارفين حضراتكم؟ يعني لو في واحد اسمه إنجل هارت، رونالد إنجل هارت، ده يعني أنا درست